فعلا الأم اللي ربت مو اللي ولدت، اللي هي أم يوسف، أنا راح أسميها أم علاء اللي هي ويانا الآن على التليفون. مرحبا أم علاء. ألو. يعني أول شيء أنت بتشيتينا، فعلا حسينا أنه أنت ده تسمعيني؟ ده تسمعيني سيدة سند تسمعيني؟ يعني أقول لك أنت بتشيتينا، بتشيتينا لأنه أنت حسيت أنت الأم، فعلا أنت الأم مو أمه اللي تركته. نعم تارك لوعة كبيرة، لكن أردت أفهم سالفة واحدة، أنه أنت قلتي راتب والدتك أيضا أخذته، ما فهمت أنه ليش أخذته الأم علاء الأصلية، ما فهمت ليش راتب مال والدتي أخذته لما أبويا توفى. إيه؟ وقالت لهم بأن الحجية تستلم راتب ثاني، فهي أخذته حطيت تقاعد وأخذته مع العلم الأستاذ هي متزوجة، أنا أحكيها متزوجة خمس مرات ترى هي متزوجة، عندها ولد، عندها ثلاث ولد من الثاني، عندها هسه أنا ولد من هذا الأخير. نعم. وأنت تطلقت يعني من عندها. هي وين عايشة؟ أم الأصلية. راتب مالت أمي. هي عايشة بالمحمودية. بالمحمودية، أخذت الراتب بصفة شنو؟ ما فهمت بصفة شنو أخذت الراتب يعني؟ أخذت الراتب، لأن هذا الراتب هو يقسم على أربعة، على والدي وعلى والدي وعلى علاء وعلى أمه. ها أخذت راتب علاء يعني؟ هي عفوا توفى أخذته. والدتي قبل ما تتوفى بعشر سنين هي ماخذة راتبها. نعم. بعدين سوت قالت لهم بأن علاء خلص يعني بلغت من الرشد أريد الراتب مالته. نعم. فعلاء سوى أخذ كتاب من الكلية مالته بأن هو بعد طالب يستحق الراتب. طيب. وراح مجال التقاعد العام، أنا أيضا أنا ماسك التقاعد العام وأقول لهم بأن هي الزوجة ست مرات يعني ما حسوا أو ما حذرت بأن هي هاي اللي صار لها 27 سنة يسألونها يقولونها بدينا في اليوم بأن أنت بعدت أرملة. أم علاء، أنا حسميتش أم علاء، خلاص مو أم يوسف. الحقيقة أني رح أفاتح بعض الجهات. أني رح أفاتح وفاتحت، بلشت أفاتح بعض الجهات المسؤولة من بعض الوزارات سواء الداخلية أو الدفاع حتى نحاول نعثر على علاء. إحنا وياك بالفعل بلشت أشوف اتصالاتي. أنا مو بس داخلية، وأناسي بالدفاع وأناسي الحجر العبادي، أقول له أهلي أنا على أولي القومي وناسب أناسب الحس البطل اللي خلص اللي خلص الفلوق من جردان داعي، وناسب خليفة الخندر أقول له أنا ما عندي مرضى أحلل محامي، أنا كل العراقيين أنا أسيبهم أقول لهم أحلل حياتي يرجع على أولي أتوسل فيكم التجار ما تغدى وتوسل منهم أريد محامي والله أتوسل محكم في الساعة بقضاء العراق كله اتوسل بيه، بس يسيبوني يا وين بس اشوفه بس ارجع لي ليه، والله ما عندي ماده حتى اقدر اطلعه، والله ما عندي استاذ، وهي عندها ماده وعندها بيت وتوسلت بيها، جبت لها غيرت رقم تليفونها حتى ما اخابرها بعد، الله شاهد علي. نعم، انت فلوس محامي ما عندك، وان شاء الله راح نتواصل وياك وراح نحتفظ بالرقم، واحنا لبينا دعوتك بمجرد ما طلبتي انه نصورك، وان شاء الله المسؤولين يشوفون هذا البرنامج وراح نحاول انه نقدم يعني اقصى ممكن من المساعده لكم. انا اشكرك جدا سيده سندس والده علاء اللي ربيتيه، شكرا جزيلا.